يعني شايف الموسم ده للنادي الأهلي إزاي؟ موسم النادي الأهلي السنة دي، النادي الأهلي ماشي بشكل كويس في الدوري. طبعا استقرار فني بشكل كبير جدا على مستر موسيماني، الراجل محقق بطولات كتير جدا مع النادي الأهلي في خلال سنتين، فدي حاجة تتحسب له. تدعيمات مجلس الإدارة بصراحة مش متأخر خالص على الجهاز الفني في أي حاجة، ودي الحاجة المميزة اللي موجودة في النادي الأهلي. أنا شايف إن الأماكن كلها في النادي الأهلي فيها عنصر أو اتنين أو تلاتة مميزين. النادي الأهلي السنة دي عنده فرصة إن هو يحقق البطولة الـ11 في بطولة أفريقيا، ودي بقت تبقى التالت على التوالي، ودي حاجة طبعا كبيرة جدا للنادي الأهلي بعد غياب 7 سنين بطولة أفريقيا من فترة. فطبعا أنا متأكد إن النادي الأهلي السنة دي إن شاء الله لو لعيبة عندها الطموح ان هي تقدر تحقق الانجاز ده، فدي حاجه تتحسب لهم بشكل كبير جدا على مدار السنين اللي جايه. كنت لاعب في سموحه ودلوقتي مدرب في سموحه، ايه الفرق بقى ما بين رؤيتك للعب الكوره ما بين رؤيتك كمدرب؟ لا، اختلاف كبير جدا طبعا. يعني وانت لاعب بيبقى تركيزك كله على ان انت هتبقى كويس بس. مبدئيا كنت متوقع اصلا تكون مدرب فريق لا لا خالص خالص خالص، ولا كانت ولا فكرت فيها اصلا حتى بعد ما بطلت كوره. لكن هي طبعا اراده ربنا، ان انا ربنا برضو عشان الواحد نيته كويسه، فاكيد ربنا بيسبب لك الاسباب ان انت تبقى في المكان الصح. حتى لو انت مش عاوز الحاجه دي، ربنا بيوجهك ليها. يعني انا بعد ما بطلت تقريبا ما كانش في دماغي خالص حته التدريب. انا ليا ناس صحابي كلموني وقالوا لي تعال امسك في قطاع الناشئين في سموحه، وكذا مره يعني كذا حد كلمني، لحد ما خدت القرار، صليت صلاه استخاره وقلت اروح اجرب مش مشكله. فرحت جربت، لقيتني فعلا عندي حته القياده دي بشكل كبير جدا، وحتى الناس كمان اتفاجئوا بيا وانا في النادي. الحمد لله بفضل من ربنا كنت قريب من اللعيبه جدا، وكان سن صغير 2005 يعني حوالي 15 سنه. الولاد كانوا حابيني جدا، وقدرت ان انا احقق معاهم حاجات كويسه. لعبنا ماتشات كبيره، والمعامله كانت برده صعبه شويه، انت بتتعاملي مع جيل لسه طالع من البراعم، فحته التعليم بالنسبه له دي يعني لسه بيتعلم ألف بيه كوره. وانا برده كنت لسه ما خدتش كورسات ولا خدت دورات تدريبيه ولا اي حاجه، بس الحمد لله بخبرة ان الواحد كان لعيب كورة، وانا كنت بحب حتة النفسية شوية في اللاعب، فقدرت ان انا اتعامل معهم بشكل كويس جدا، وقدرت ان انا اطلع منهم اللي انا عاوزه. والحمد لله يعني فرقة 2005 في نادي سموحة كانت ماشية بشكل كويس جدا في دوري المنطقة، لكن الحمد لله يعني الناس موجودة في النادي وكان بيتكلموا على هاني الجيزي بشكل كويس ان هو يبقى ليه مستقبل كويس، واتمنى ان شاء الله يكون عند حسن ظن الناس. والحمد لله ربنا كرمني وطلعت مع كابتن احمد سامي الفريق الاول. يعني